الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إخوتي الأحباء، طبعا اليوم تابعتم كثيرا أن الرئيس ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الحالي قد أقال وزير الدفاع لأنه لم يستجب لطلباته في السابق. الآن أحب أن أوضح أن الرئيس ترامب ماض إلى آخر مدى في موقعه مقاتلا شرسا في سبيل البقاء، ويدعمه بعض القيادات الأمريكية من حزبه. الرئيس ترامب ليس وحده، ولكنني أرى أن الرئيس ترامب لن يخرج من البيت الأبيض إلا بالدم، وأن رئيس الولايات المتحدة الفعلي القادم هو السيدة كاميلا هاريس. السيدة كاميلا هاريس هي من سنتعامل معها قريبا، و في الأغلب أنها ستتولى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهور قليلة. تحياتي واحتراماتي، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.